طبعا اليوم مثل ما تفضلت شفنا حركة بعض الشيء غامض صراحة للليرة التركية. شفنا الليرة تراجعت تقريبا 1.4% قبل ما ترجع تعافى كليا، وبرأينا هذا الشيء ممكن يكون استمرار لعمليات بيع الكاري تريد للين الياباني مقابل الليرة. بالنسبة للاقتصاد المحلي، تركيا بالتحديد بدورة اقتصادية مختلفة، ما زال نعتقد أنه تدفقات رؤوس الأموال ستبقى مدعومة، وأكيد مع تزايد ثقة المستثمرين مع الوقت. بالتحديد ما يتعلق بالكاري تريد، من المتوقع أنه تتلاشى صفقات الكاري تريد مع الوقت، خاصة بإطار أنه البنك اليابان بنهاية المطاف حيرفع أسعار الفائدة، ومن المحتمل أنه يرفع أكثر من المتوقع. مع ذلك تعديل في صفقات البيع وأحجمها حتكون أكثر تنظيماً، ومن المفترض أنه ما يكون في تأثير الصراحة على الاقتصاد العالمي من هالمنطلق هيدا. بس طبعاً الاقتصاد العالمي ممكن يتأثر، يعني إذا شفنا تدهور في الاقتصاد الأمريكي بسرعة أكثر من المتوقع، وعوائد السندات هونيك إذا شفناها هبطت، فهذا الشيء حيعزز من مكانة عملات البلد الآمن مقارنة أكيد بعملات الدول الناشئة الآسيوية. أحمد، دعني أنتقل يعني لموضوع الفيدرالي. هو بشكل عام هلأ في اتجاه لخفض الفائدة في الولايات المتحدة، وبالتالي هل إلى أي مدى هذا سوف يشكل دعم أساسي لعملات الدول الناشئة في المرحلة المقبلة بغض النظر عن التذبذبات اليومية؟ بدون شك البنوك المركزية بدول الناشئة عندها مجال، طبعا هي عم بتراقب أكيد عن 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 قرب حركة الفيدرال الأمريكي، بس عندها مجال ما بعد انخفاض أسعار الفائدة بأمريكا، عندها مجال لهي كذلك تخفض سعر الفائدة، وخاصة بآسيا على وجه التحديد. طبعا هي متوقع أنه تكون من أول البنوك اللي حتبلش بتخفيض أسعار الفائدة، وإذا استمرت التوقعات الحالية بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، فهذا الشيء مثل ما قلت لك يعني حيوفر قدرة للبنوك هاي لتخفض الأسعار بدون ما تخاطر بتراجع قيمة العملات في الدول الناشئة خاصة في آسيا. دعني أنتقل إلى سوق الأسهم في الأسواق الناشئة، وتحديدا السوق الهندية. اليوم النفتي 50 عم يصل إلى مستويات قياسية مدعوم بأسهم التكنولوجيا. هل تتوقع المزيد من الارتفاعات على أسهم البورصة الهندية وخاصة أسهم التكنولوجيا اللي كذلك بتستفيد من خفض الفائدة في الولايات المتحدة، كون في جزء منها بيعتمد بشكل أساسي على هذه السوق؟ صح، أكيد مثل ما تفضلت اليوم كان الارتفاعات مدعومة من مكاسب أسهم الشركات التكنولوجيا، والمستثمرين يتطلعون صراحة إلى خفض أسعار الفائدة. بالتدفقات اللي عم نشوفها يمكن بالمرحلة الوجيزة هيدي كانت من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية. نتوقع أنه سوق الأسهم بالهند حيضل مدعوم، لأنه الاقتصاد في طريقه للنمو بنسبة 6.5-7% سنويا، وعم نحكي نحن لغاية عام 2026، وهذا الشيء بحط الهند لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال العامين المقبلين. وبناء على ذلك من المرجح طبعا أنه يكون عدا عن ذلك عفوا المرجح أنه يكون مؤشر التضخم لأسعار المستهلكي بهذا الشهر هيدا ممكن قد يتسارع، ولكن من المفترض أنه يتراجع طبعا تدريجيا إلى مستوى مستهدف. وهذا الشيء طبعا نرجع للفائدة، ونعتقد أنه حيبدأ البنك الاحتياطي الهندي في خفض أسعار الفائدة بالربع الأخير من هالعام وخاصة بديسمبر.